نشرة أخبار الرابعة من يو تي في، أهلا بكم. شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد على ضرورة إصدار أعضاء مجلس النواب قرارا واضحا ونهائيا بشأن إقرار الموازنة، تلبية للمسؤوليات والمهمات الكبرى وتطبيقا لخطط التنمية والإعمار. وفي بيان رئاسي ذكر رشيد أن أي تأخير في إقرار الموازنة يعيق عمل الحكومة ونشاطاتها ويضر حاجات المواطنين، مؤكدا أنه سيصادق على الموازنة بعد تقدم مجلسي الوزراء والنواب باتجاه إنجازها. هذا ورحب رئيس الجمهورية بانعقاد جلسة مجلس النواب يوم غد الخميس لإقرار الموازنة. الخميس موعد جلسة التصويت على الموازنة الثلاثية، جلسة تبدو حتى الآن خالية من أي اتفاق نهائي بين بغداد وأربيل على النقاط الخلافية. أما المالية النيابية فلا تزال في مرحلة التدقيق والتعديل لمشروع القانون المالي، ليبقى الحسم عند أوزان البرلمان. رئاسة البرلمان تحسم جدل تشريع الموازنة بتحديد الخميس موعدا للتصويت على مشروع القانون المالي، وسط غياب أي حديث يؤكد التوصل إلى اتفاق نهائي بين أطراف الخلاف بشأن المواد المتعلقة بالنفط والرواتب في إقليم كردستان. المالية النيابية وبعد تعديلات خلافية أجراها أعضاء فيها على نسخة الحكومة من الموازنة لا تزال تشطب في نسختها ولم تكمل التصويت عليها بالمجمل، وسط التحضير لعقد اجتماع حاسم. المتبقي يعني يمكن فقط موضوع المناقلات والتصويت النهائي على المشروع بالمجمل. ما زال الوقت يعني أمامنا متاح، يعني متسع من الوقت اليوم وغدا وحتى يوم الخميس، ماذا هنالك وقت يعني بالإمكان يعني عقد اجتماع نهائي للجنة المالية. ومع انتظار تحقق اتفاق سياسي لتمرير الموازنة الثلاثية، يطالب نواب مستقلون بعرض المسودة النهائية لمشروع القانون عليهم قبل التصويت عليها. بالتالي يبدو أن هناك اتفاق سياسي، احنا يعنينا أن الاتفاقات والتوافقات السياسية يجب أن لا تتضمن اتفاقات تخالف أحكام الدستور، لأننا معنيين بحماية مصالح الشعب ومراعاة أحكام الدستور، ولهذا احنا الآن نطالب بعرض النسخة المتفق عليها أو اللي جرت عليها التعديلات والمراجعات من قبل اللجنة المالية، عرضها على النواب قبل التصويت من أجل التدقيق فيها ومراجعة ما تضمنته. وفي حال عدم إعلان أي اتفاق سياسي حتى جلسة التصويت، فستكون لغة الأوزان النيابية حاضرة في قاعة البرلمان لإقرار النموذج الحكومي أو اعتماد نموذج اللجنة المالية. ملامح الاتفاق السياسي على المواد الخلافية في مشروع قانون الموازنة قد تتضح قبل التصويت عليه، لكن حتى الآن لا توجد تسوية نهائية وسط مباحثات جانبية بين القيادات على أمل التوصل إلى تلك التسوية حتى جلسة الخميس. من داخل مجلس النواب في بغداد، أحمد مؤيد، يو تي في. يعرف العراقيون الغلاء جيداً، لكنهم اختبروه بشدة في النصف الأول من العام الحالي. التذبذب في سعر صرف الدولار سبب رئيس في تدهور أحوال المستهلكين، لكنه أصاب الأسواق بالتضخم والمتاجر بالركود أيضا، بينما تتبخر ملايين الدولارات يوميا بالحوالات. ما يزال الركود يخيم على أسواق بغداد منذ تغيير سعر الصرف مطلع هذا العام. سوق جميلة الأهم في العاصمة ما يزال يعاني من أضرار سعر الصرف الموازي، فعلى الرغم من التعامل الحصري بالدينار والاستقرار النسبي لتقلبات السوق الموازي، ما يزال الارتفاع بأسعار المواد الغذائية آخذا في التضخم. البعض يعزو الأسباب إلى استمرار الحرب في أوكرانيا المؤثر على أسواق الغذاء في العالم كله، لكن في العراق هنالك أسباب كثيرة غير الصراع في أوروبا، فمضاربات بعض التجار الكبار وسيطرتهم على أسواق الصرف الموازي ما يزال يدفع الدينار العراقي إلى منطقة الانخفاض. التذبذب هذا إذا من نسيطر عليه ما نقدر نسيطر على السوق وعلى الاقتصاد العراقي. انخفض جزئي بس شنو؟ يوم يومين ثلاثة تلقاه ينخفض اليوم ورا كم يوم يصعد، يعني أنت هسه أسعار الرسمية 1310 بينما اليوم
ما تقدر تشتري أقل من 1475. يعني شوف التفاوت بين السعر الرسمي وسعر الواقعي الموجود. مع تسجيل البنك المركزي مبيعات تتجاوز 200 مليون دولار يوميا، تخرج غالبيتها على شكل تحويلات مالية إلى الخارج، وسيطرة المصارف وشركات الصرافة التابعة للأحزاب والجهات المتنفذة على إجمالي مبالغ البيع النقدي في الداخل. سيظل الدينار العراقي أخيرا في ماراثون مزاد العملة. ومع وجود المنصة الإلكترونية التي تكفل بيع الدولار للتجار بالسعر الرسمي، ارتفعت الآمال بانخفاض أسعار المواد الاستهلاكية المستوردة. لكن البيروقراطية البطيئة التي يعتمدها البنك المركزي تجبر كثيرا من التجار الصغار على التوجه نحو السوق الموازي. الدولة قررت 1310، إذا تأخذ أنت عبر المنصة، المنصة تلكأت من أول الأسباب. التجار يعني فرحوا أنه يروحون للمنصة، بس أنت لما تنطي فلوس تسلمها للمصرف ورا 3 أشهر مبلغ مرازد البضاعة، ورا 3 أشهر بعد المصدر ما تعرف فلوسك وين صارت، نتيجة عدم تهيئ المصارف والإرباك اللي موجود بالمصارف. منذ إعلان المركزي العراقي تخفيض سعر الصرف، ما يزال الفرق بين السعر الرسمي والسوق الموازي كبيرا ومتذبذبا، ويخلق كل هذا التضخم والغلاء اليومي. علي أسد، يو تي في، بغداد. وفي الأنبار، تشهد الأسواق تراجعا للحركة التجارية، ويكتفي المتبضعون بشراء الحاجات الضرورية وسط شح فرص العمل ومواجهة كثير من العاملين قرارات بالتسريح. هكذا انخفضت الحركة التجارية داخل أسواق الأنبار، البيع والشراء توقف إلا عن متطلبات الاستمرار بالعيش. آلاف الطلبة من الشباب ومع بدء العطلة الصيفية التحقوا بسوق العمل، لكن حظوظ الأغلبية لم تجد إلا الأرصفة. إن شاء الله تعبان والسوق تعبان، يعني هسه حاليا اللي جاي يشغلون على العرف بس، يعني اللي عد عرف أو أقرباء يشغلونه. حتى العمالة بالعراق صارت واسطات، وصارت إلا عمك خالك يشتغل حتى شغلك وياه، أي خريج دراسة كذا يبحث عن فرصة عمل لكن ما يلقى. تحاول بعض محال الأطعمة احتواء أعداد منهم، لكن في المقابل مئات الشباب تم تسريحهم من العمل بعد تراجع حالة السوق الاقتصادية. أي ما بيها شي شغل أنت، بس ما من المعقول تستغنى عن القدماء بهذه الطريقة، فهذا الشيء غلط. هو شيء من الجانب الإنساني، هذا سوي عادي ماكو إشكال، بدل ما تعتز بيهم وتراعي ظروفهم وتساندهم لو تبعهم فهذا شيء ما يصير. مئات المحال بلا تجار بسبب تراجع الاقتصاد العيني وشح السيولة وتذبذب التعامل بالأصول المالية، فيما يعلل أصحاب السوق هذا التضخم إلى تأخر إقرار الموازنة. ماكو بيع وشراء، يجيب البضاعة ضنايم على البضاعة، لا يبيع ولا يشتري، والسوق ما تعرفه، والورقة ما تعرفه بيع ساعة، هل قد سعرها وهل قد سعرها، سعدت نزلت والسوق واقف لحد الآن، الشباب كلها عاطلة وقاعدة وتنتظر الموازنة. وتشهد العطل الصيفية زحفا شبابيا نحو القطاع الخاص بحثا عن فرص عمل مؤقتة تمكن الشباب من جمع مصاريفهم الدراسية أو إعانة عوائلهم، وهو ما لا تستوعبه سياسة الأسواق التي لا تمتلك تنوعا في مصادر التوظيف. نبيل عزام، يو تي في، الأنبار. بحث وزير الكهرباء زياد فاضل خلال زيارته السعودية المضية بمشروع الربط الخليجي لتحقيق استقرار الشبكة فنيا، فضلا عن تبادل منفعة الطاقة. بيان للكهرباء ذكر أن زيارة الوزير فاضل لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في الدمام هدفها الاطلاع على موقف توقيع العقود ومراحل الإنجاز وخطة التنفيذ لمقاطع الخطوط الرابطة داخل الكويت، فضلا عن بحث عدد من المقترحات لتطوير الربط ومناقشة التهيئة للمرحلة الثانية من المشروع. بحث وزير التخطيط محمد علي تميم مع سفير المملكة المتحدة لدى العراق مارك برايسون إجراء التعداد السكاني بما يحمل من أبعاد وأهداف تنموية.
بيان لوزارة التخطيط ذكر أن تميم استقبل برايسون وناقش معه أولويات البرنامج الحكومي في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية ودعم وتطوير القطاع الخاص وواقع المشاريع الممولة من القرض البريطاني المتضمنة إزالة الألغام وتقديم الخدمات وفقا لأولويات الحكومة. السفير البريطاني من جانبه أبدى استعداد بلاده لمواصلة تقديم الدعم لجهود العراق في مختلف المجالات، وبينها إنشاء مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة وإدارة الموارد المائية. باشرت وزارة الصحة تطبيق النظام الرقمي لمراقبة توفر الموارد والخدمات في المؤسسات الصحية، وفي حفل إطلاق البرنامج قال وزير الصحة صالح الحسناوي إن هذا النظام من الخطوات الأساسية لتطبيق البرنامج الحكومي، وسيحول المعلومات الصحية إلى رقمية لتسهيل عملية مراقبة الخدمات وجودتها بشراكة مع منظمة الصحة العالمية في العراق، مضيفا أن النظام الجديد يمكن وزارة الصحة من تحديد مكامن الضعف والخلل ومجالات التحسين وتقديم الخدمات الصحية بشكل أكثر دقة وفعالية. من ذي قار إلى ديالى وكردستان تسود المخاوف من انتشار الحمى النسفية وسط استنفار صحي وبيطري لإبعاد شبح المرض بسلسلة إجراءات وقائية تابعتها شبكة مراسلينا. هنا في ذي قار تأخذ الحمى النزفية منحنى تصاعديا هذا العام رغم إجراءات الصحة والبيطرة، إذ ما زال مؤشر الإصابات والوفيات يضع المحافظة في صدارة الترتيب. تزداد المخاوف هنا من وصول معدلات الإصابة والوفيات إلى منطقة حرجة مع ارتفاع درجات الحرارة في الشهرين المقبلين، وهو موعد تنامي الإصابات بهذا المرض المستوطن، ودلائل ذلك تؤكده الأرقام المتصاعدة للإصابات. تستمر تسجيل حالات الحمى النزفية في محافظة ذي قار، حيث بلغت إلى يومنا هذا اللي هو 6/6/2023 50 إصابة مؤكدة منذ بداية العام، من ضمنها 6 وفيات. نتوقع زيادة الحالات مع ارتفاع درجات الحرارة في الأشهر القادمة. نتمنى من الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة. ويؤشر ملف المرض في ذي قار هذا العام تسجيل حالات مبكرة، لكن الدوائر الصحية هنا تتوقع أن تبقى المحافظة ضمن معدلات الإصابة المسجلة في العام الماضي نفسها التي تجاوزت 160 إصابة. وفي ديالى سجلت إصابة جديدة بالحمى النسفية الأسبوع الماضي، لترتفع أحصائية الإصابات بالمرض إلى 5 انتهت إحداها بالوفاة. الإصابة الجديدة لامرأة في عقدها الرابع تملك حقلا للمواشي في بلدة كنعان شرقية بعقوبة، وطواقم البيطرة فرضت حظرا على حركة المواشي واتخذت سلسلة إجراءات وقائية في بؤرة الإصابة. عند ظهور أي بؤرة أو حالة مرضية من هاي النوع، أنه أول شيء نوقف حركة الحيوانات من وإلى منطقة البؤرة. ثانيا نقوم بعملية رش الحظائر الموجودة بالمنطقة وتغطيس الأغنام والماعز ورش الأبقار والجاموس. كذلك نقوم بمتابعة الجزارين ومتابعة الذبح العشوائي. مخاطر المرض تكمن في ارتفاع معدلات وفياته إلى نحو 40% وفقا لمصادر طبية، بينما تزداد الدعوات إلى توفير مبيدات كافية لمكافحة القراض الناقل للمرض وإنشاء مجازر نظامية للحد من الجزر العشوائي الذي يعد سببا آخر في تفشي المرض الخطير. في أربيل 3 مليارات دينار خصصت لمواجهة الحمى النزفية، وتوجيهات برفع مستوى التنسيق بين وزارتي الصحة والزراعة. أما على مستوى المواطنين فالإقبال على اللحوم والكباب الكردي الشهير لم يتأثر. وهنا في إقليم كردستان حالة الذعر التي أصابت بعض مدن البلاد جراء الحمى النزفية غائبة، والسبب بحسب ما أعلنت سلطات الإقليم هو الالتزام الكامل بضوابط الذبح والتعقيم والنظافة.
والله على مود هاي قلت لك هاي هذا المرض مال شو يسمونه ايه عفوا على مود هاي غلاه. والاقبال شلون؟ الاقبال زين كلش زين والله. قلت لك اكثر شيء كباب قلت لك. لا ماكو اي اشكال. اي اكيد طبعا فحص وصحه وختم عليه وبيوم بيوم. صحة أربيل كشفت إنها ترسل عينات التحاليل للحالات المشتبه بإصابتها إلى بغداد بعد فحصها في أربيل للتأكد من الإصابة مع توفير العلاج اللازم. حذرت بلدية الموصل المواطنين من عصابة تزور وصولات باسمها لتخصيص وبيع قطع أراض مقابل 500,000 دينار. مدير البلدية عبد الستار الحبو قال للجريدة الرسمية إن الختم المستعمل في الوصولات تمت سرقته إبان سيطرة داعش الإرهابي على الموصل، وأن البلدية غير مسؤولة عن العمل بهذه الوصولات، مشيرا إلى أن بعض المواطنين خدعوا بهذه الوصولات واكتشفوا ذلك لدى مراجعتهم البلدية. استثمار 600 مليار دينار في مشروع لمجاري الموصل أمر جيد لمدينة دمرتها الحرب، لكن أن يتعثر في نسبة 10% من الإنجاز فهذا مثال آخر صارخ على الإخفاق والهدر. وما يزيد الطين بلة أن المشروع لم يقطع أوصال المدينة فحسب، بل كانت له تجربة مشابهة في صلاح الدين. بكلفة بلغ 600 مليار دينار وبنسبة إنجاز لم تتجاوز 10%، مشروع مجاري الموصل يحول الجانب الأيمن من مدينة الموصل إلى فوضى من الطرق المقطعة والمحفورة. مجاري نينوى عازت التأخير الحاصل في المشروع إلى تذمر المواطنين لأنهم غير معتادين على تنفيذ مشاريع كهذه بحسب قولهم. بالنسبة لكثير من الشوارع يصير بها خطوط أمطار وصرف صحي، وبدايته كانت في منطقة 17 تموز، وهي منطقة تعتبر تقريبا منطقة شعبية ومكتظة بالسكان ومنطقة تجارية، فما صار أي تأخير وإنما صار يعني تذمر من المواطنين لأنهم ما متعودين على حفر الشوارع وعلى تنفيذ المشاريع في هذا المشروع. بالنزول إلى الشارع حيث المشروع يعيق حركة الناس تظهر الحقيقة كاملة، فالشركة المتلكئة لها تاريخ في هذا المجال، وهي ذاتها التي استحوذت على مشروع سامراء الكبير الذي لم تنجزه منذ 4 سنوات. هذا ما دائما نتحدث به كمراقبين وكناشطين، أن الشركات التي تلكأت بالأعمال إن كانت في محافظة نينوى أو بمحافظات أخرى يتم عليها إحالة مشاريع في محافظة نينوى ومشاريع جديدة، ونحن نعلم أن هذه الشركات تعاني من سوء بالتنفيذ وتلكؤ في التنفيذ ووقت العمل. مشاكل مالية وإدارية تعصف بالمشروع، فالفروقات بتسعيرة أنابيب المجاري طبقا لتغيير سعر الصرف وعدم قدرة الشركة المنفذة على تنفيذ التزاماتها يهدد بتحويل المشروع إلى كابوس يومي يعاني منه سكان الجانب الأيمن. قاسم زيدي، UTV، الموصل. أطلقت شركة أمواج العالمية مشروعا سكنيا في حفل كبير حضره رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني، ويحتوي المشروع على ما يقارب 1800 وحدة سكنية، ويمتد على مساحة كبيرة من أرض مطار المثنى وسط بغداد. تفاصيل أوفر في تقرير حيدر البدري. السلام عليكم ورحمة الله. مشروع سكني جديد يتم إطلاقه في بغداد. شركة أمواج العالمية ذات الباع الطويل في هذا المجال أقامت حفلا كبيرا بمناسبة إطلاقه بحضور رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني، إذ أكد رئيس الوزراء في كلمة الافتتاح دعم حكومته القطاع الخاص، مشيرا إلى أهمية المستثمر المحلي والدولي في حل أزمة السكن المتفاقمة في البلاد. رؤيتنا كقناعة تامة بعيدا عن المجاملات، بدون القطاع الخاص وشركات التطوير العقارية لن نتمكن من حل الأزمة، لذلك هذه الشركات واستقطابها وتهيئة كل مقومات النجاح مقدمة أساسية لإيجاد الحلول.
مشروع بوابة العراق البحيرة الممتد على مساحة كبيرة من أرض مطار المثنى وسط بغداد سيحتوي ما يقارب 1800 وحدة سكنية إضافة إلى مراكز تجارية وترفيهية منوعة ويوفر أكثر من 3000 فرصة عمل بحسب الشركة المنفذة. مشروع سكني يحتوي على بحيرة كبيرة تحيط بها مباني سكنية حضارية يحتوي على 1800 وحدة سكنية إضافة إلى مراكز ترفيهية وتعليمية وصحية. طبعا هذا المشروع حيكون تحفة معمارية فنية في وسط بغداد إضافة إلى المساعدة في حل أزمة السكن وتوفير فرص عمل للمواطن العراقي وهذا جدا مهم. وكانت شركة أمواج العالمية قد نفذت في السابق عديدا من المشاريع السكنية في العاصمة بغداد وصلت إلى ما يقارب 10,000 وحدة سكنية بين أفقية وعمودية إضافة إلى تنفيذها عددا من المشاريع التجارية والتعليمية منها سلسلة مدارس دولية وتسعى إلى أن تضاعف أعداد الوحدات السكنية المنجزة من قبلها بحلول عام 2030. حصد الخطاب عمر أحد نجوم برنامج الفينات الذي تبثه يو تي في المركز الأول بين خريجي الدراسة الابتدائية بعدما حقق بطولات عديدة في الحساب الذهني. والله رافع راسنا ما شاء الله. الحساب الذهني قضية صعبة هي أصلا. الأول على العراق بمعدل 100 من 100 ولو كانت هناك نقاط فوق 100 لحصدها ابن سامراء. ها هو طالب السادس الابتدائي الخطاب عمر وقد أثمر جهده بالجد والعمل حاصدا لقب المرتبة الأولى على مستوى العراق. قريت من خلال السوشيال ميديا ونشروا النتائج وزارة التربية انه انا الحمد لله درجتي كاملة وانا فرحان بهالخبر وانا هالشغلة مسويها حتى ارفع اسم سامرة كأنه سامرة هي المدينة اللي انا عشت بيها وانا درست بيها وامتحنت بيها وكل حياتها هي حاليا سامرة. هو أحد نجوم برنامج الفينات الذي يعرض على شاشة يو تي في وهو بطل الحساب الذهني كذلك إذ أدهش سرعته الجميع في المسابقة العربية التي أقيمت في مصر رافعا راية العراق على مستوى العالم. الخطوة القادمة قدم على المدارس الموهوبين وعندي مسابقات قادمة في الحساب الذهني مسابقة جاية إن شاء الله في أنطاليا في تركيا وقاعد أستعد لها حاليا. الخطاب كان قد حاز المراتب الأولى على مستوى مراحل الابتدائية الست وها هو اليوم ينال نصيبه من الاجتهاد باللعب مع أقرانه قبل بدء مرحلة تفوق أخرى. صلاح الدين محمد قادر يو تي في. ومن بطولة الخطاب عمر في الحساب الذهني وصلنا وياكم إلى نهاية نشرة أخبار الرابعة. إلى اللقاء.